الحلقه جايه مهمه جدا جدا، وحصل جدل كتير قوي قوي. واحنا هنا في قناه الاهلي دايما يا كابتن علاء بنقول اللي مليه علينا ضميرنا طبقا للقانون بدون اي اضافات. شوف هنا هو الفار جاب له لقطه جميله جدا جدا. السؤال بس هرجع هنا بنتكلم على اولا حسين الشحات، هو في موقف تسلل ولا لا؟ اه طبعا هو في موقف تسلل. لحظه التسديد يا كابتن علاء، ستوب لحظه التسديد، بس لحظه التسديد من فضلك هرجع. دي اللعبه دي مهمه جدا. هنا بنتكلم على التداخل، هل هنا اللاعب حسين الشحات هنا قطع خط الرؤيه او حجب الكره عن حارس المرمى؟ حجب عن حاسه. حاول ليه يا كابتن؟ اولا الكره سريعه جدا مش من جايه من مسافه بعيده، حارس المرمى هنا على 6 يارده، هنا الشوط من هنا من على 18 تقريبا. اذا هنا حسين الشحات في هذه اللقطه هو قاطع خط الرؤيه او حاجب خط الرؤيه عن حارس المرمى، وبالتالي هنا كان قرار الفار بتاع الحكم يجي يشوف ويلغي. لا كان قرار صحيح يا كابتن. مش لمست كمان كعبه؟ ده انت قلت حاجه بقى، لو لمست كعبه خلاص يبقى. يعني بص مسار الكوره يا كابتن، لما قندوسي شاط خبطت في كعب حسين من ورا. بص تمام. بص غيرت اتجاه، راحت بص غيرت اتجاهها للاتجاه ده. انا بص شايف بص الحارس يعني هو كلامك جميل جدا. يعني سواء بقى جت في حسين او ما جاتش، هو كده هنا اللاعب هنا قاطع خط زاويه الرؤيه على الحارس المنافس.